بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء حياكم الله جميعا مرة أخرى في هذه الجلسة. أنا أعلم أنه الجلسة بعد الغداء بتكون جلسة صعبة، لكن إن شاء الله كما قال أستاذ خالد البارحة جلسة تكون فيها حلوة. ومن أجمل الجلسات التي تتحدث أو تكون فيها الحلوة والفائدة هي الجلسات التي تتحدث عن العمل التطوعي. فالعمل التطوعي هو الأصل والشغف عند الكثير ويجمع الكثير خاصة في مجال العمل الإنساني. وقد طاف بنا البارحة الأساتذة الكرام والمفكرين في تأصيل هذا العمل والجوانب الفكرية وكيف نحصل حتى الموارد من الجمعيات الخارجية أو المنظمات. وتحدث الأستاذ وضاح خنفر البارحة أيضا عن أهمية الموارد البشرية وأنها الموارد التي لا تنضب، والأصل أن يتم استغلالها والأصل أن يتم الاستثمار في هذه الموارد البشرية، وكيف لا يمكن أن نستثمر الموارد البشرية بخير عمل وهو الأعمال التطوعية. واليوم العمل التطوعي، إذا كانت الأمم المتحدة تقول في تقريرها الإمائي حول حالة التطوع هو قيم رفاهية تحصل قيم عالية تحصل الرفاه في العالم، واليوم العمل التطوعي يساهم ويشارك في أن يكون المجتمع شريك مع الجمعيات والعمل في العمل الإنساني لأداء دوره في تحقيق الأهداف سواء الإمائية أو تحقيق رفاهية المجتمع، فلا بد من الإضاءة حول تجارب شبابية وتجارب طلابية وتجارب نسائية في العمل التطوعي. قال الدكتور سيد زناري في بداية العمل عندما تكون رئيسة الجلسة امرأة فيكون الحضور كله من النساء. في العمل التطوعي النساء يعملن أكثر حتى إحصائيا في كندا وفي أمريكا وكذا، وهذه تحية للنساء. وعندما تتولى أو تصعد النساء على المنصات فأنا متأكدة أن الأمر سيصبح بخير، لأن المرأة عندما تعدها تعد مجتمع بأكمله. فإذا كان في خطأ بالمايك فليس سببه النساء بكل تأكيد أستاذي. طيب والآن نبتدأ. شكرا. طيب والآن نبتدأ مع ضيفتنا الكريمة. هذه الضيفة قصتها مميزة. بدأت سيرتها في العمل الإنساني عام 2010 بفكرة راودتها وبادرت في طرحها، ولحماسها ولقناعتها في هذا المشروع تركت العمل في القطاع الخاص لتلتحق بالهيئة الخيرية الإسلامية بمشروع أسمته دينارين. هذا المشروع انطلق بفكرة أن كل طالب يدفع دينارين ويكسب الدارين بإذن الله. وعند السؤال ماذا لدينارين أن يفعلوا وماذا يمكن أن تفعل دفع دينارين، سيكون الجواب مع الأستاذة سمية في مشاريع انتشرت في أكثر من 13 دولة، مشاريع تعليمية وفي أكثر من 3 أو 4 قارات. الأستاذة سمية المومني حاصلة على دبلوم في قيادات العمل الإنساني من الجامعة الأمريكية في العلوم الإنسانية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الكويت، ماجستير في العلاقات العامة والسمعة المؤسسية، مديرة إدارة العمل التطوعي في الهيئة الخيرية الإسلامية، وهي مديرة لمبادرة دينارين التعليمية، مقدمة لعدد من الدورات التعليمية، حاصلة على جائزة صناع العمل في العمل التطوعي، وحاصل على وشاح الكويت للبصمة الإنسانية وعدد من الجوائز التي يصعب الآن أن نعدها. وربما هي ستحدثنا عن الإبداع في العمل التطوعي وستحدثنا عن تجربتها الشبابية الرائدة. وأسلم كل منصة. الله يكرمك. تفضل. كل الشكر والتقدير لجميع الإخوة والأخوات في هذه القاعة، شكرا لحضوركم بعد وجبة الغداء، وشكرا لتفاعلكم مبدئيا. أقول لكم إن شاء الله معانا. أول سؤال، أول ما دخلت القاعة شميتوا في ريحة حلوة ولا راحت عليكم؟ طيب، لأنه عندي هدية. هذا العطر اللي شميتوا ريحته له قصة ترى، وقصة ملهمة أيضا بإذن الله. بس قبل لا نبدأ الحين كم شغلة أمسك، وين ال أيوة عطني بس، جزاك الله خير. وشغال قلنا إيه، لا قلنا في البداية عشان نغير شوية من الروتين ومن الجو السائد، نبدأ معاكم بتمرين، تمرين سريع طالما الكل عنده الأوراق والأقلام فليستعد، وتمرين بسيط إن شاء الله. احنا قلنا إبداع فلازم نغير شوية وما راح يطلع إبداع. طيب تمرين سريع هذا قبل يعني أطلب التمرين، اللي داخل دورات الإبداع أو التفكير الإبداعي مر عليه يمكن هذا التمرين، فلا يغشش الناس. اللي ما مر عليه تمرين ودنا تساعدونا شوية وتصحصحون معانا. ممكن الكل يرسم نقطة ودائرة عنده في النوت اللي أمامه. نقطة ودائرة بس. رسمته صح؟
الآن الطلب الثاني وهو الأساس، يعني نبيكم ترسمون النقطة والدائرة بدون ما تشيلون القلم وبدون خط متصل ما بين النقطة والدائرة. يلا بدون ما تشيل القلم أو إيدك ترسم نقطة ودائرة وبهذا الشكل يطلع. بهذا الشكل؟ نعم بهذا الشكل. وعندي هديتين حق شخصين، واسم المشروع دينارين، كل شيء اثنين عندنا، فعندي هديتين لشخصين، من يفوز به؟ أبيك تصورهم هم قاعد يحاولون التمرين. يلا منو اللي قدر يرسم نقطة ودائرة؟ في ناس يبتسمون معناته عارفين. طيب أنا ودي أي عندك يا أخي الكريم، بس قالوا لي ما يصير تحرك يمني، أنا العادة في الورش أتحرك بالقاعة كلها. تم رسمها من غير ما تشيل إيدك؟ هل كنت تعرف هذا التمرين سابقا؟ طيب تقدر تشرح لي الطريقة بس تقول لي شلون؟ بس اشرح لي لما البقية يفهمون المشكلة. أنت إجابتك صحيحة، بس كم واحد وصل بعد إجابة صحيحة؟ نبي شخصين يوصلون. ها شلون؟ بس كذا نزلت قاعد اشوف. ها؟ لا انت شلت ايدك. لا قلمين، لا من قلم واحد. قلم واحد ايوه. لا هو قلم واحد، لان ما حد عنده راح يمسك قلمين. وبدون ما تشيل ايدك من الصفحه وتعمل نقطه ودائره. الاخ الطريقه اللي قالها صحيحه، كم واحد بعد عمل نفسه؟ كيف عمل؟ اخوي ما عليك امر، ممكن تفضل هني وتشرح للاخوان كيف عملت. في احد ثاني وصل للاجابه؟ معقوله ما حد؟ يلا يا جماعه، لا شكل الغداء مأثر عليكم وايد، ما يصير كذي. ممكن اكذب عليك اقول لك ان انا رسمتها. لا ما تكذب علي، راح اقول لك وريني شلون سويتها. يلا اعمل هني عشان نعرف الطريقه. والمصور صور. هلا هون فاتحين الراس تبع. طيب حطيت النقطة. اوكي. بعدين جيت سكرت الراس هيك. غلط. حركت بعدين. لا ما انشرط علي انه ما اسكر الراس. والله بصراحة فكرت فكرة إبداعية وطريقة جديدة وما كنا نعرف عنها، تصفيق حق الأخ. طب في طريقة ثانية كمان. لحظة بس. تفضل الإهداء. هذا العطر عطر الدارين أو مسك الدارين. نعم تفضل. سويت نفسها. يعني أنت سكرتي القلم؟ بس ما شلتي القلم. حلو، على انت بعد فايزه معانا يا سعاد من المملكه العربيه السعوديه. بس اقول لكم على شيء، ما شاء الله عليكم في هذا المؤتمر، فعلا مؤتمر ابداعي. طيب اذا كان قلم رصاص شنو كنت راح تسوي يا اخي الكريم؟ هذا السؤال. لا ما شوف، انا اقول لك انا اؤمن بالافكار الجديده، فبما ان اضاف لنا فكره جديده بارك الله فيه، كلامه صح. لكن التمرين هذا اساسا في المدارس وفي الجامعات كان يقام بقلم رصاص. احد عنده علم شلون ممكن نسويه بقلم رصاص؟ ما راح ياخذ جائزه، بس شنو؟ بدون جائزه. تفضل. نرسم النقطه. ايوه. نعمل نصف قطر ونكمل الدائره وناخذ المساحه نمسحها. لا ما يصير تمسحها بدون ما تاخذ المساحه وتمسحها. ها تفضل. ماذا؟ اللي ياخذ الورقه يطويها من الزاويه، صح؟ نعم هذا هو الحل، هذا هو الحل بالضبط، اللي بالقلم الرصاص. بارك الله فيك اخي، والهديه ان شاء الله، بس قول لي اسمك راح اجيب لك الهديه الثالثه موجوده بالغرفه ان شاء الله، تستاهل. لا يعطيك العافيه. اشكركم اول شيء على حسن تفاعلكم. الهدف من هذا التمرين ان احنا اي عمل ابداعي يحتاج لتفكير مختلف، يحتاج للخروج من الصندوق، اللي هو دائما يقولون thinking out of the box. احنا المفروض نكسر هالبوكس هذا عشان يخلي الواحد يفكر براحته وينطلق بافكاره. طيب انا اليوم اذا الله خير دكتور هاني البنا لما طلب مني المشاركه في هذا المؤتمر، قلت حال كل المؤتمرات يعني ما يخالف نروح نسولف شويه ونكلم وخلاص. لما شفت امس واليوم تبارك الرحمن والاسماء والسيرة الذاتية اللي موجودة، انبهرت بهذا الحضور الرائع وبهذه النخب المتميزة اللي أمامكم. راح أقدم تجربة بسيطة في إدارة العمل التطوعي في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين، اللي هي تعتبر تجربة نجاح في هذا الجانب،
وأيضا راح أتكلم بشكل بسيط وسريع في البداية عن التطوع. طبعا أنا ما راح أتكلم عن أهمية التطوع، إن دور المتطوعين وشنو دور التطوع على المتطوع، لأن أذكر أدري يعني الجميع الموجود هنا ما شاء الله عليه يعني بحر في هذا الجانب ويؤمن ويثق بهذه القضية، لكن راح أتكلم ماذا تستفيد المؤسسات من المتطوعين أو من العمل التطوعي. أول شيء، وهذا شيء يهم المؤسسات دائما، مصدر دخل جيد من المتطوعين. ما تصرف عليهم، ما راح تعطيهم راتب، ما راح يعني تبذل وراهم جهد كبير مثل ما تبذل مع الموظفين، وبالتالي هم مصدر دخل لأي مؤسسة. رقم اثنين، شركاء ميدانيين. أو اسمح لي أخي أنا ما أعطيتك ظهري، بس شو هم شركاء ميدانيين لأي مؤسسة؟ يمثلون هذه المؤسسة، يقومون بتنفيذ أعمالها في الميدان ويرفعون اسمها من خلال عملهم في الميدان. تأهيل القيادات، من أمس ومن اليوم ما شاء الله قاعد نتكلم عن القيادات الجديدة، القيادات الشابة، المتطوعين الشباب بالذات، شريحة اللي هم طلبة المدارس، طلبة الجامعات، حديثين التخرج اللي هم أقل من تقريبا 30 سنة، هذه فرصة، أو حتى أقل من 25 سنة، فرصة رائعة لتأهيل قيادات. وأنا بعد شوية راح أعطيكم مثال كيف العمل التطوعي أهل قيادات وصنع أسماء بارزة تخدم العمل الخيري والإنساني سواء عندنا في الكويت أو على مستوى دول الخليج. رقم أربعة، سمعة إيجابية للمؤسسة. ما في مؤسسة إذا تكلم عنها المتطوع في أي كوفي شوب، في أي تجمع شبابي، في أي منصة في السوشيال ميديا إلا وهذا الشيء راح يرفع من اسم المؤسسة. بالعكس، في الحالة هذه المؤسسة راح تكون قريبة من الشارع. احنا مشكلتنا ان عدد كبير من مؤسساتنا تعمل وتنجز وعندها انجازات رهيبه، وين نشوف انجازات هذه؟ في التقرير السنوي. من يقرا التقرير السنوي؟ سؤال، كم واحد فينا يقرا التقرير السنوي من اول صفحه لاخر صفحه وينتبه على كل شيء؟ الا يمكن اعضاء مجلس اداره، ناس مهتمه ومتخصصه وشريحه بسيطه جدا. عامه الناس ما يقرون تقارير سنويه، ما يقرون الطرق اللي احنا حتى لو متقارير سنوية انجازات المؤسسات تطلع في الصحف اليومية. كم واحد يفتح الجريدة اليوم ويقرأ صحيفة؟ الناس موجودة الحين في السوشيال ميديا، التواصل المباشر والتواصل الفعلي والتواصل الآني هو المطلوب. الشباب يقومون بهذا العمل، فهذه فرصة طيبة يعني جديرة ان المؤسسات تفكر فيها. رقم خمسة، لمسة إبداع. لمسة إبداع راح تكون أكيدة من المتطوعين لسبب بسيط، حتى لو كانوا يعني ما أخذ فقط شريحة شبابية، حتى لو كانوا كبار. تدرون ليش؟ لأن أي موظف لما يكون في باله أنا رايح العمل ورايح الدوام عشان أخذ راتب معين وألتزم بعدد ساعات معينة وعند الضغط الإداري، ما راح يكون عنده وقت للإبداع. أما الشباب أو المبدعين أو المتطوعين لأنهم مو متقيدين بهذه الأمور، فمجال إبداع عندهم كبير جدا. طيب، هذا اللي ذكرته كله المؤسسات تريده من المتطوع، أو المتطوع يوفر حق المؤسسة هذا الشيء. ماذا يريد المتطوع من المؤسسة؟ ماذا يريد؟ رقم واحد، الأمان. يحس أنه في بيته، يحس أنه مرتاح، ما يحس بقيود. رقم اثنين، معاملة خاصة. أنا من أمس قاعد أسمع مفهوم الحوكمة، ونسمع وايد السياسات والضوابط والقيود الإدارية وش اسمها الدائرة، شو يسمونها المستدامة، راحت عن الكلمة، شو اسمها البيروقراطية اللي تكون موجودة في شو اسمها في الأعمال الإدارية. إذا المتطوع دخل في هذه التفاصيل راح يضيع. هو يبي معاملة خاصة، يبي معاملة يحسسه أن أموره تمشي بشكل أسهل وأسرع، وبالتالي أيضا يحتاج بيئة جاذبة. دائما لما نتكلم عن البيئات الجاذبة، أنا مرة قدمت برزنتيشن عندنا في الإدارة، قلت لهم دائما تيبون مثال المؤسسات اللي عندها بيئة جاذبة للموظفين، نقول جوجل. صح، جوجل عندهم كذا وعندهم كذا. صار لنا كم سنة؟ عشرة ما أدري 20 سنة نجيب مثال جوجل. ليش ما عندنا جوجل خيري؟ ليش ما في؟ ليش ما أسوي أنا بيئة مكان جاذب للفريق التطوعي لما يدخل هذا المكان؟ لما يعني أنا أمانة ترى تعمدت إني أرش العطر في البداية عشان بس أنتوا لو كنتوا عندنا بالكويت يبنا لكم قهوة عربية وبخور وكل شيء. اللمسات البسيطة هذه والصغيرة ترى يكون لها دور كبير جدا في انتماء المتطوع لهذا المكان.
فتوفير البيئة الجاذبة من جميع النواحي حتى من ألوان لون الطوفة. أذكر مرة إحنا عندنا في قسم قلت حق الإدارة أبي أصبغ الطوف بألوان، طبعاً هم بالنسبة لهم أنت من وين جايبة هذا الكلام يعني، فيعني ألوان وعبارات وأشياء، كل شيء كل شيء كل شيء بسيط وصغير، كل مكان فيه إبداع المتطوع راح يحس أن هذا المكان جاذب له. الحرية وإبداع ومرونة، حرية في التفكير، خلوا المتطوعين يفكرون تفكير إبداعي، وخلوا هذا التفكير فيه مرونة كبيرة، وخلوهم ينفذون. في عندي بعد أيضا نقطة هو تنفيذ هذا التفكير. إنزين، الشراكة في أو إشراكهم في القرارات. المتطوع ما يحب إنه فقط يأخذ أوامر، سوق هذا المشروع، جيب لي هذا التبرع، روح نفذ المشروع في الدولة الفلانية، أعمل كذا أعمل كذا. طب ليه متى؟ هم يريدون أن يكونوا معنا أصحاب قرار، على الأقل يسمع لهم، فبالتالي إشراكهم في هذه القرارات مهم جدا، وهذا إحنا نحرص عليه بشكل كبير في الهيئة الخيرية. طيب، التدريب والتمكين والتوجيه، متدربين متطوعين يحضرون من بيئات مختلفة من خلفيات متنوعة، فبالتالي هم محتاجين المؤسسة ترفع من إمكانياتهم من خلال تدريبهم وتوجيههم. آخر شيء، تطبيق أفكارهم ومقترحاتهم. ما في شيء راح يخلي المتطوع يستمر مع المؤسسة إلا إذا وجد، لو قدم 10 أفكار طبقوا منهم 2-3 إذا تحسون إنها ما تناسب، لكن حاولوا تأخذون بأفكارهم وتطبقونها، ولا نعطيهم إحنا جدول كامل ونقول لهم تفضلوا عليكم هذه الأوامر. طيب، بالمقابل ماذا يجب على المؤسسة أن توفر للمتطوع؟ ماذا يجب عليها؟ شيء واحد بس، كل ما يحتاج، شفت النقاط اللي ذكرتها؟ كل ما يحتاجه المتطوع ليشعر أنه وين؟ وين؟ في بيته، قاعد في بيته الثاني. تعرفون ستاربكس صح؟ ستاربكس شنو سيافتها؟ ستاربكس قهوة صح؟ فمفروض تركز على القهوة. رؤية ستاربكس ثيرد بليس، أن يكون المكان الثالث لأي شخص. يعني شنو؟ يعني بعد البيت الصغار بالعمر، الشباب عندهم يا مدرسة يا جامعة، الكبار عندهم الدوام صح؟ بيت بعدين دوام أو مدرسة وجامعة. ستاربكس سياستها أنها تكون المكان الثالث، وفعلا صار المكان الثالث، اجتماعات هناك، لقاءات هناك، قهوة هناك، قراءة كتاب هناك، تأليف كتاب هناك صار، لأنهم ما وفروا فقط قهوة، بالعكس أساسا في إحصائيات تقول أن قهوة ستاربكس لا هي صحية ولا هي مفيدة ولا هي فيها أي قيمة غذائية، لكنهم رغم السعر العالي قاعد يوفرونها وفروا بيئة تخلي الناس تشعر أن هذا المكان بيته. طيب، نموذج العمل التطوعي باختصار عندنا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عندنا إدارة خاصة تسمى إدارة العمل التطوعي، بفضل الله سبحانه وتعالى قبل 1.5 سنة عطوني مهام هذه الإدارة، فهذه الإدارة تضم 37 فريق تطوعي. راح تسألوني كلهم رائعين وكلهم نشيطين وكلهم مبدعين؟ لا، بس طبيعي، طبيعي إن 10-15 منهم راح يكونون فعالين، 10-15 منهم محتاجين إحنا نفعلهم، وبعضهم راح يكونون خاملين، هذا طبيعي، هذا شيء موجود في كل مكان، لكن ما نرفضهم، ما نخليهم يعني يضايقون من المكان، هذه أهم رسالة. عدد المتطوعين عندنا 780 متطوع. إيرادات رمضان 2021 من الفرق التطوعية فقط خلال شهر واحد كانت 1,260,000 دينار كويتي. من يعني 1,260,000 تقريبا 3.5 مليون دولار من شهر واحد من رمضان. هذه شاملة فزعة الكويت؟ لا لا لا، بدون فزعة الكويت، فزعة الكويت بروحها كانت، فزعة الكويت كانت في 2020، هذه 2021 في رمضان شهر واحد فقط. نعم 2021 فزعة الكويت كانت في 2020، فهذه رمضان 2021، وفزعة الكويت ما كانت في رمضان أعتقد إذا أنا مغلطانة صح؟ ما كانت في رمضان، لأن أستاذ مصطفى ما شاء الله عليه كان معاهم. طيب، الآن بناء على طلب دكتور هاني ما فضل أي طلب، وبناء على كلام كثير مع الخوات كانوا يبون يعرفون مبادرة دينارين. مبادرة دينارين هي المبادرة النموذجية المختلفة، نسميها مرات مجنونة، في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. قبل أكلم عن المبادرة وأقول لكم عن تفاصيلها، أخوي زكريا راح يقول متى راح تروح سمية، الأخ الوحيد اللي أعرفه من الكويت وتابع معاه، وإذا الله خير ما يقصر، نبي نحول القاعة سينما، الله يعافيك.
بس ما عندنا بوب كورن. توكم متغدين بعد، ما راح نجيب بوب كورن مره ثانيه. زين الحين راح تشوفون فيديو، موجود الفيديو عندك، بس قبل اعرض الفيديو خلي اللي تطفي. هذا الفيديو مدته 3 دقائق. انا كم الوقت عندي اختي خوله؟ اني انا ترى انسى نفسي بال فيه. طيب جميل، طفينا الليتات. هذا النموذج يبين لك كيف اذا كان الانسان علي صوت وجاء على بال الفكره. وين احط؟ وتنتقل محليا الى اقليميا، فكانت جامعيه نبت في ذهنها فكانت تحولت الى مشروع. 2007 جامعه لجميع الطلبة بعد أن كانت المكافأة الجامعية للطلبة المحتاجين. كتبت هذه الكتابة: ماذا تخسر لو أنك استقطعت من معاشك الشهري دينارين من أجل القضاء على الجهل والأمومية في العالم؟ بعضكم ما قد يقرأ تحت مدارس اندونيسيا السودان، هذه مكتبة في صربيا، قبلها كانت 4 مدارس في قرقيزيا، مدرسة متنقلة باص بالهند، كل هذا من دينارين. توزيع منح دراسية لطلبة ماجستير ودكتوراه في أوغندا والنيجر، في قرية صباح الأحمد في سوريا شمال سوريا، مدرستين عندنا من مدارس الدارين ابتدائية ومتوسطة وثانوية. أثر ليس فقط على الفرد والأسرة ولكن يؤثر على المجتمع وعلى اقتصاد الدول، من خلال التبرعات المبادرة في تعليم هؤلاء الأطفال هيعود على اقتصاد هذه الدول بمنافع مادية تقدر ب 52 مليون دولار، لأن كل دولار يتم استثماره في التعليم يعود بمنافع اقتصادية قيمتها 13 دولار. هذه الأرقام قبل سنتين، لأن هذا فيديو كان مناسبة 10 سنوات، الآن بعد 12 سنة يعني. طيب وقف وتفتح الليتات، جزاكم الله خير. طيب هذه المبادرة بدأت في 10/10/2010 الساعة 10 صباحا، أول استقطاع كان بقيمة 10 دنانير، مع أن كان اسم المبادرة دينارين، ادفع دينارين واكسب الدارين، هذا كان الحين صار شعار، هذا كان اسم المبادرة. بعد 10 سنوات اكتشفنا ان الاسم وايد طويل، كل من يخربط بالاسم، اربح دينارين، اللي يقول ادفع دارين، فحسينا لا غلط، هي من الحماس وهذه اشياء واحد يتعلمها، ان بدينا باسم طويل، والان كل ما اقدم اي ورشة لاي فريق تطوعي اول معلومة اقول لهم الله يخليكم خلوا اسم الفريق كلمة كلمتين بس لا يزيد عن كذي. فبعد 10 سنوات في 2020 لما احتفلنا بمرور 10 سنوات خلينا اسم المبادرة دينارين، وهذه بعد باستشارة من متخصصين في التسويق عندنا في الكويت، دكتور في جامعة الكويت قال لنا انتوا اللي يميزكم اسم المبادرة ان يكون دينارين وليس الدارين، مع ان في اراء كانت تقول له خلوها دارين لها معنى خلينا نقول اعمق، لكن ايضا رجعنا فيها باراء الشباب، الدارين كان دائما اراء الكبار ان خلوا اسم الدارين، وخلينا اسامي كل مدارسنا
ومكتبتنا ومعاهدنا واكاديميتنا الدارين، اكاديميه الدارين، مدرسه الدارين، لكن المبادره خلينا اسمها دينارين لانها تكون قريبه من الشباب. ما في واحد راح تقول له تبرع بدينارين راح يقول لا. مثل ما قلنا القهوه بدينارين واكثر بعد، البنزين واحد يعبي 5 دنانير عندنا في الكويت، فبالتالي يكون الاسم سهل وبسيط. بدت مبادره بروح شبابيه وفكر شبابي ابداعي. من الاول كنا محددين مهتم بالتعليم، اي حد يقول لنا، وهذه ايضا من التحديات اللي واجهناها. اول تحدي يمكن واجهته في هالمبادره هذه اني اقنع المؤسسه تتبنى هذا المشروع. دائما انا اذكر مثال اقول اللي مسوي خلطه كنتاكي في اراء مختلفه تقول راح عند 700 مطعم 800 مطعم 1000 مطعم يقنعهم في خلطته وبعدين يقتنعوا بالخلطه. الان 5 دقائق طيب الان، لان هذه يمكن كانت خلطه خيريه انسانيه فيها خدمه للبشريه، فما احتجت اروح اي مؤسسات، هي مؤسسه واحده. رحت وقدمت لهم الفكره، صح ناقشوني كلموني وايد في البدايه، قالوا يعني شنو دينارين؟ يعني معقول احنا نصرف من وقتنا وجهدنا ونقتنع بمشروع تجيبين لنا من كل طالب دينارين دينارين؟ ما انا عندي متبرع واحد يجيب لنا 20,000 50,000 100,000 نص مليون، ليش نقتنع بدينارين؟ فكان هني التحدي اني اقنعهم انه يا جماعه الهدف ليس المبلغ، ما بيجمع تبرعات، انتم يبوا تبرعات ما شاء الله عليكم كلكم عمالقه في هذا المجال، يبوا تبرعات، انا راح اجيب لكم شباب، راح اجيب لكم ناس تقتنع بالفكره، اجيب لكم ناس تتشرب هذه الفكره، اجيب لكم شريحه شبابيه في مرحله الجامعه. اذا احنا ما تبنيناهم مثل ما امس قلنا على المحاضن، اذا احنا ما وفرناهم المحضن ترى والله قاعد يختربون، قاعد يروحون يقعدون في كافيهات وفي مطاعم وقاعد يسوون كل شيء غلط، وبعدين تشتكون ان المجتمع يعاني. طيب وفروا لهم محاضن صحيحه. هذه الامور شويه اللي خلتهم يقتنعون بالفكره. قالوا لي شرط تهدين اعمالك، انا كنت قبل ما كنت موظفه بالهيئه، قالوا لي تتركين عملك وتين انت جابلين هذا العوار راس، ان احنا نروح نطالب طالب بالجامعه كم طالب ونقنعهم احنا ما عندنا القدره على هذه. قلت لهم حاضر والحمد لله، وهذه كانت جزاه الله خير الوالد الله يعطي العافيه استشرته، قال لي تاخذين راتب هنا وتاخذين راتب هناك، اخذي راتب في العمل خيري احسن لك، فربي لك الحمد الله فتح علينا. دائما اقول شغله ان هذا العمل وهذه النقطه هذه استراتيجيه الخمسيه والعشريه اللي حطيناها لهذا المشروع ابدا سميه ما كان لها دور. عندي فريق شبابي تطوعي دائما اوجه لهم التحيه وادعو لهم واتمنى منكم ايضا تدعون لهم، هم اللي قايمين بهذا الشغل كله، فجزاهم الله خير تبنوا الفكره وهم اللي وضعوا الخطه الخمسيه والعشريه. دقائق ان شاء الله وراح اخلص. أبرز إنجازات هذه المبادرة، خلال 12 عام تم تنفيذ 24 مشروع تعليمي من مدارس، مكتبة، أكاديمية، معهد، منح طلابية، آخر منح كانت في حملة حبر اللي سويناها لطلبة غزة في 12 دولة حول العالم. عملنا في المبادرة منذ تأسيس 550 متطوع ومتطوعة، حاليا الملتزمين معانا دائما 45 شخص منهم. فازت المبادره بست جوائز محليه ودوليه، منها مثل ما سمعتوا الحين احمد الشقيري، يعني اكثر جائزتين احنا نفتخر فيهم بصراحه، مع انها كلهم فخر لنا ان شاء الله، اكثر جائزتين دائما نذكرهم بالخير وشاح الكويت البصمه الانسانيه، تم تقديمها لنا من سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد في الديوان الاميري جزاه الله خير. وقال كلمه لما وقفت عنده دقائق الله يرحمه وشرحت له، قال شرحت له باختصار شديد عن بعض الإنجازات، قال لي كلمة واحدة عملناها هاشتاج في الانستغرام وفي تويتر، هذا الباقي، هذا الباقي، أكد عليها مرتين قالها هذا الباقي. فربي لك الحمد لما وصلت هذه الرسالة سواء الهيئة الفريق التطوعي كانت النفسيات وايد يعني بشكل إيجابي تبنوا هذه الفكرة. فازت مبادرة أيضا بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم اللي صناع الأمل، ما فزنا من أول 5 لكن الحمد لله في 2016 قدمت 65,000 فكرة من أنحاء العالم لجائزة صناع الأمل. هذه آخر نقطة. تم اختيار مبادرة دينارين ضمن 29 فكرة، وتم عمل حلقة خاصة لها في MBC في رمضان 2017، ومثل ما شفتوا أحمد الشقيري يتكلم عنها. 2 مليون دينار وأكثر من 12,000 مستفيد كانت إيرادات هذه المبادرة. جزاكم الله خير، هذا أرقام التواصل مو أرقام، هذه الأكاونتات السوشيال ميديا. جزاكم الله خير.